بيقولوا كده دايما أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي. والحقيقة وإحنا بنتكلم عن الصناعة في مصر ما ينفعش أبدا إحنا نقول إحنا جايين متأخر، لأنه مفيش متأخر، فعلا مفيش متأخر. تعثرنا في بعض الأوقات، أو طبعا تعثرنا في بعض الأوقات، عدى علينا وقت طويل من التخبط والأزمات العالمية أثرت علينا بشكل كبير، أثرت علينا. لكن إذا كان في حاجة حلوة حصلت حقيقي على الأرض في الوقت اللي فات، فخليني أقول لكم أن هما حاجتين مرتبطين ببعض في الخبر اللي احنا هنقوله النهاردة والإطلاق الجديد اللي بيحصل النهاردة. حاجتين مرتبطين ببعض. واحدة من أعظم المبادرات أو الأمور اللي حصلت فيما يخص تمكين كوادر حقيقية وقادرة ومغيرة وقادرة على القيادة في المستقبل، هقول لك وبدون مجاملة، برنامج تأهيل، البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، حاجة واحدة من الحاجات المحترمة جدا. وإذا كان في حاجة حلوة عظيمة حصلت في وسط مليون حاجة حلوة وعظيمة حصلت في مصر السنين اللي فاتت، فهتكون الأحلى والأجمل والأكثر تأثيرا والأقرب للمصريين حياة كريمة، مبادرة حياة كريمة. ليه بقول الحاجتين اللي ملهمش دعوة ببعض دول؟ لأنه الخبر اللي احنا بنقوله النهاردة رابط الاتنين مع بعض. تكليف واضح جدا حصل من رئيس عبد الفتاح السيسي لخريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة بربط مبادرة حياة كريمة بمشروع متكامل للصناعة وتنمية العنصر البشري وتوطين التنمية. ده عنوان، ده عنوان ممكن يبدو معقد، مين يعمل ايه، يجي في ايه، ايه اللي بيحصل يعني. ببساطة جدا، مبادرة حياة كريمة هو الشكل العملي لفكرة أنك ترفع المواطنين من الفقر. تمكين الناس ما ينفعش يحصل بإني أديله كل شهر شهرية، ده المفهوم القديم اللي كنا فاكرينه. لكن التمكين اللي حصل في حياة كريمة هو تغيير لشكل الحياة، تنمية حقيقية، بنية تحتية تحصل. فيحصل إيه؟ فتاخد ملايين من المصريين ترفعهم من تحت مستوى الفقر إلى على الأقل خط الفقر اللي يقدر يبتدي منه. لو أنا فقير أقدر أشتغل ويجي لي شغل وأطور من نفسي وأبقى أحسن السنة الجاية اللي بعدها. لكن لو أنا تحت خط الفقر كل يومي بيدور حول لقمة العيش اللي أنا بس عايز أكل لقمة النهاردة. الحتة دي أول ما بترفع الناس من تحت خط الفقر لخط الفقر، أنت كده عملت نقلة نوعية حقيقية. ده اللي بتعمله بالمناسبة حياة كريمة. إحنا بس بنراجع اللي بيحصل النهاردة، أنه في شركة حقيقية أو مبادرة حقيقية، لأنه لازم حياة كريمة تستمر. ما هنفضل نصرف على حياة كريمة إزاي؟ لازم حياة كريمة يحصل لها حاجة اسمها توطين التنمية، وده المصطلح اللي في العنوان الكبير اللي احنا قرناه. يعني إيه توطين التنمية؟ يعني التنمية تفضل تحصل بشكل مستدام وتفضل تصرف على نفسها إذا صح التعبير. فيبقى في كل قرية من قرى حياة كريمة مصنع صغير. بيعمل إيه المصنع الصغير؟ لا، لازم نسأل المصانع الكبيرة، نقول لهم كان ناقصكم إيه؟ إيه الحاجات الصغيرة اللي كانت ناقصة المصانع الكبيرة وممكن القرى الصغيرة اللي في حياة كريمة تمدنا بيها، وبالتالي نقلل الاستيراد، وبالتالي اقتصادنا ينتعش، وبالتالي نلاقي فرص عمل. شايفين الربطة حلوة إزاي؟ شايفين اللفة كلها على بعضها خير إزاي؟ خير للصناعة وخير للناس وخير للاستدامة وخير إنك ترفع الناس من تحت خط الفقر. اللي أنا بقوله ده شرح الجزء قد كده من مبادرة عظيمة اسمها مبادرة ابدأ، بيبدأ إطلاقها وبتستهدف القطاعات اللي فيها فجوة ما بين أو فجوة استيرادية. يعني عندنا صناعة مثلا، خليني أقول أي حاجة، أجهزة كهربائية. مشكلتنا في الأجهزة الكهربائية إن إحنا عندنا الصناعات المغذية للأجهزة الكهربائية بنجيب ده من برا وبنجيب ده من برا. بنعمل صناعة سيارات مثلا، عندنا مشكلة إن إحنا كل حاجة لازم نستورد، كل الصناعات القوية. هنشوف مع بعض شرح يوضح أكتر المبادرة، وبعدين نرجع نسأل ونفهم تفاصيل أكتر عن مبادرة ابدأ اللي بيتم إطلاقها، وإن شاء الله إن شاء الله نشوف أثرها في مش بس في القرى لكن على مستوى الصناعة المصرية. راهنا إننا نبني جمهورية جديدة بنسابق الزمن، ولو ضيعنا وقت زمان جه الوقت اللي ما ينفعش نضيع فيه ولا ثانية. ممكن نكون اتأخرنا، بس المهم إننا كان لازم نبدأ، وهي دي كلمة السر، ابدأ.
قيمة كل فكرة بيحددها قدرتنا على تنفيذها، ولأن مسيرة التنمية اللي بدأت من 2014 بتستوعب كل أفكار الشباب، كان منطقي إن إبدأ تتحول في وقت قياسي من مجرد فكرة على الورق لمبادرة وطنية لتطوير الصناعة المصرية بترعاها مؤسسات الدولة، من أول مؤسسة الرئاسة لكل الجهات المعنية بقطاع الصناعة في مصر. إطلاق مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراضي بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات. هذا بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفني والمادي اللازم للمتعثرين. مبادرة هدفها توطين وتشجيع الصناعة المصرية بالشكل اللي يساعد في توفير فرص عمل لشبابنا ويقلل الفجوة الاستيرادية لما نرفع من شأن منتجاتنا المصرية. بدأنا المشوار في آخر أكتوبر 2021 بتنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية بربط المشروع مع مشروع حياة كريمة وعقد شراكات مع كبار المصنعين والمستوردين والشركاء الأجانب، مع الاهتمام بتقنين أوضاع المصانع المخلفة. وعلى الأساس ده تم تأسيس شركة إبدأ، شركة وطنية هدفها تنمية وتطوير الصناعة المصرية بكل أنواعها، بمشاركة مؤسسة حياة كريمة وشريك متخصص في الإدارة والاستشارات المالية، وهو شركة INI المصرية. من اليوم الأول وخطتنا تقسمت لمحاور، كانت مهمتنا الأساسية عقد شراكات مع رجال الصناعة المصرية وبعض الشركاء الأجانب اللي بيمتلكوا المعرفة والتكنولوجيا وهيساعدوا في نقلها لقطاعات الصناعة المختلفة، وفي نفس الوقت اهتمينا بدعم المصانع المتعثرة وتوفيق أوضاعها. خطة عملنا بدأت ببناء قاعدة بيانات قوية، ومن بعدها بدأنا مفاوضات مع أكتر من 100 شركة مصرية وأجنبية لمشاركتنا حلمنا، وقدرنا نعقد 65 شراكة كبرى لتنفيذ 65 مشروع بمشاركة 33 مستثمر صناعي من مصر و24 مستثمر صناعي من 14 دولة أجنبية، ومكملين في جذب الاستثمارات الأجنبية لغاية ما نحقق هدفنا. شراكات هتساهم في إنشاء مصانع جديدة على أرض مصر لتصنيع منتجات مصرية، ومتوقع إن من خلالها هيتم خفض حجم الواردات وزيادة الصادرات بمعدل 12 ل14 مليار دولار. وبالتنسيق مع شركائنا، مجموعة من الشركات الأجنبية زارت أراضي المشاريع الجديدة لاستطلاع الوضع، وشافوا حجم المجهود وتأكدوا أننا ماشيين في الطريق الصحيح، خصوصاً أن خطتنا هي افتتاح 45 مشروع قبل ديسمبر 2023، وتسع مشروعات هيتم افتتاحها خلال عام 2024. ولأننا مهتمين بالتعريف بالمبادرة وأهدافها، عقدنا أكتر من 200 اجتماع فني وتنسيقي مع الشركاء والجهات الرسمية، طورنا من خلالهم خطة عملنا، وتحولنا من مرحلة التحالفات الاستثمارية لمرحلة التفاهمات القانونية وتأسيس الشركات الصناعية. والشغل يوم عن يوم بيكبر، والمؤمنين بأهمية المبادرة بيزيدوا. فمثلاً انتهينا من التصميمات الهندسية في 8 مشروعات، وبدأنا الإنشاءات المدنية في 6 مشروعات زي مصنع إنتاج مكونات مياه الشرب والصرف الصحي ومجمع وسائل النقل الخفيف، وعلى نفس الخط طلبنا ماكينات لخمس مشروعات زي مشروع تصنيع مكونات البوتاجاز ومكونات التكييف المركزي، ونجحنا في وصول خطوط الإنتاج لأربع مشروعات زي مواتير وسائل النقل الخفيف. وفي شهر مايو 2022 وفي وقت قياسي قدرنا نوصل لمرحلة الإنتاج في مشروع اللوادر الثقيلة بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، وأنتجنا 16 لودر كمرحلة أولى من التدريب على تجميع مكونات اللودر، ودلوقتي بدأنا في التجهيز للمكون المحلي اللي هيوصل ل40% مع نهاية المرحلة الثانية، وهنفضل مكملين إن شاء الله. دعم المصانع المتعثرة وتقنين أوضاع المصنعين ما يقلش أهمية عن عقد الشراكات الكبرى، فكان واحد من أهم المحاور اللي ركزنا عليها بمساعدة الفريق الميداني لحياة كريمة في كل محافظات مصر. فبمجرد ما جالنا التكليف نزلنا للمصانع المتعثرة ندرس موقفها ونحلل أسباب توقفها عن العمل. زرنا أكتر من 2500 مصنع وجمعنا التحديات اللي بتواجهها، وحالياً بنتعاون مع كل الجهات الحكومية المعنية لحل مشاكل المصانع، والشغل بيتم
بيتم في إطار منظومة متكاملة من حوكمة العمليات والإجراءات باستخدام أحدث نظم التكنولوجيا العالمية المتوافقة مع استراتيجية مصر 2030، وبالاعتماد على قواعد بيانات صناعية متكاملة بنبنيها من اليوم الأول. وهدفنا ندعم 13,323 مصنع متعثر ومخالف، نساعدهم يقفوا على رجلهم ومصانعهم ترجع تدور من تاني. الصناعة هي المستقبل والصناع هم الأساس، علشان كده الاهتمام بتقديم تعليم فني بمستوى يليق بيهم كان محور ضروري اشتغلنا عليه بكل جدية. مهمتنا الأساسية هي رفع درجة الوعي بأهمية العمل اللي بيقوم بيه كل صانع في مجاله، وزيادة ثقتهم في نفسهم وأهمية دورهم. احنا بدأنا ومجهودنا بيأكد إننا عارفين هدفنا. ابدأ مش مجرد مبادرة لتطوير الصناعة، ابدأ هي المشروع اللي هيبني مستقبل الأجيال اللي جاية، وبإيدينا هنحقق الحلم. صدقوني أنا يعني لوجو حياة كريمة ده في حد ذاته بيوهجني، ولوجو ابدأ لطيف قوي وشبهه في نفس البساطة والسلاسة. التقرير فرجنا على حاجة مهمة جدا، على الفكرة وما وراء المشروع والأهداف والشغل الكتير اللي حصل على مدار الشهور اللي فاتت من يوم إطلاق سيادة الرئيس لهذه المبادرة في إفطار الأسرة المصرية لحد النهاردة. حصل إيه؟ حصل لقاءات وشغل على الأرض، ده جميل.